حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمره بنت عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف فلما انصرف الى المكان الذي اراد ان يعتكف اذا اخبيه خباء عائشه وخباء حفصه وخباء زينب قال ال بر تقولون بهن ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال